انا اسمي صابرين مديوني من مدينة الكابون والكل، اصلي من بوزلفة. قريت خدمت وعرست، وبعد اكتشفت موهبتي بعد صراع شوية مع الانكزايتي والكل، كي معناتها في طريق اني نتشافى فقط معناتها اللي انا عندي الموهبة ذيك، واللي انا نحب نرسم على بدني، اللي انا نحب نطلع الستريس اللي عندي والكل نخرجه بالطريقة هذيك. كلاسيك بديت وليت نعيش منها في عام 2019، بديت حلي برشا بيبان، بديت نشارك يعني في خاصة في الهالوين، خدمت بالقدا بالقدا بالقدا، معناتها بريسك خدمت اللي في الهالوين عوضت بيه متاع عام كامل. صارت لي مشاكل يعني بيقولوا لي كيفاش، مثلا من المسميات اللي صارت لي يقولوا لي انت من عبدة الشيطان، انت من الناس اللي كيما نقولوا انت نوع وتدعي حاجه اخرى، انت تفثنيه وتعمل في العكس نتاعها، ما يجيش تناقض، نحلم حرمه ما نعرفش شنو، بلا 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 برشا حكايات. ما يهمنيش خاطر مادام انا طريقي وثنيتي واضحه مع ربي، ما يهمنيش الناس تقول. انا اخترت اني نكون حياتي واضحه وصريحه ومتصالحه مع نفسي، واللي نعمل فيه مقتنعه به، ولو يجي ألف عبد يقول لي راه عيب وحرام، انا عندي قران نتبع فيه، ما يهمنيش الناس الاخرى شنو تقول. في القران مش موجود حرام انك تعمل مكياج او انك تتبع غرامك او انك تعمل لحاجه اللي تحب عليها، ولذا الناس الاخرين او التاويلات الاخرى ما عادش ما تعنينيش ما تهمنيش. الموهبة ذي نحبها توصلني الهوليود، نخدم في الأفلام مع النجوم الكبار، اللي مقتنعة أني بجي نهار ونوصل غديك إن شاء الله، وزادة مقتنعة أنها باش أني نقدر أني نكون نمبر وان، اللي نحل مدرسة أو أكاديمية هنا في تونس تتعلم المكياج هذا أو خدع تغيير الملامح والكل. نصيحتي للشباب اللي يحبوا يعملوا يتبعوا غرامهم، ونقولوا مثلا الغرام اللي انا نعمل فيه انهم ما يأيسوش، اعمل اللي تحب عليه وبسلام قد ما تنجم، انك تكون من غير ما تتصادم على عبد الاخر، والاصرار وعمرك ما تسلم في حلمتك، اعمل ولو حتى خطوه بعد خطوه، بعد 10 سنين تلقى روحك قدمت قداش من خطوه، ما تقعدش في نفس البلاصه، والاصرار به يوصلك وين تحب. ميرسي واضح، شكرا على الانترفيو المزيانه، وتابعوا وشوفوا واضح على الريزوسيو نتاعهم الكل، وانا زاد كيف عندي على ويت صابرين على الانستغرام وصابرين على اليوتيوب وعلى الفيسبوك زاده. خلينا كومنتير ان شاء الله لوطا، واذا كان عجبكم الفيديو قولوا لنا شنو رايكم.